عشان كنت بكلم الدكتور احمد بس. هنتكلم النهارده عن الاكسبلين ذا فيزيكال بروبرتيز ريليتد تو فلويد باور، ايدنتيفاي جنرال كاركترستكس اوف فلويدز، ديسكرايب سيمبلز اند سيركتس ان فلويد باور. ودي من الحته المهمه جدا اللي تخص الكورس، ان احنا ازاي نرسم اي دايره هيدروليك، مش نرسمها النهارده يعني، نعرف السيمبلز اللي موجوده في اي دايره هيدروليك، نعرف الرمز ده معناه ايه وبيرمز لايه. وطبعا في مجموعه من الستاندرايزيشن ان فلويد باور اللي هي الايزو 1219، ده اللي احنا هنشتغل عليه في الكورس بتاعنا. زي ما قلت في الانترودكشن ان المحاضره دي فيها حاجات انت عارفها وفي حاجات هتبقى جديده عليك. الحاجات اللي انت عارفها بنفكرك بيها، تعريف الفورس هي الاوفر اول ايفورت نيدد تو بروديوس تشينج اور ستوب موشن، والفورس وحدتها نيوتن، ده كلام معروف جدا سهل. البريشر هو الفورس اكزيرتد اوفر يونت اريا، نيوتن على المتر المربع اللي هو الباسكال، وكلنا عارفين التحويلات من باسكال لبار والكلام الفاندامنتالز ده كله. التورك هو تويستنج اور تيرنينج فورس ابلايد تو ا شافت، يعني بيبقى في حركه دورانيه. وحده التورك طبعا هي نيوتن متر. الانرجي والورك والباور، دول ثلاث حاجات كده تحس دايما بنسمعهم كتير في الميكانيكا قوه. الانرجي هي الكاباسيتي تو دو ورك او الابيليتي تو دو ورك، ان حد عنده طاقه مخزنه زي مثلا اسطوانه غاز، تانك وقود. تانك الوقود طبعا طاقه كيميائيه، اسطوانه غاز فيها طاقه نيوماتيك او هيدروليك مضغوطه، فدي كلها طاقات مخزنه. يبقى هي الانرجي هي الابيليتي تو دو ورك، لكن مش شرط تعمل ورك، يعني اي حاجه فيها طاقه زي حجر البطاريه. حجر البطاريه الجاف ده او البطاريه بتاع العربيه هي ليها مخزنه طاقه، لكن لو ما توصلتش باي حاجه زي مثلا دايره الكهرباء في العربيه، او ركبتش عليها بعض اللمبات والمصابيح والاحمال، مش هيطلع ورك. فالورك بيظهر امتى بقى؟ لما الانرجي تتحول لاكشن، يعني الشكل الاكشن بتاع الانرجي هو الورك. يبقى تاني الانرجي هي الكاباسيتي اور الابيليتي تو دو ورك، بس طبعا مش شرط تكون فيها ورك اصلا، يعني مش شرط يعمل ورك. وحده الانرجي الجول تنقسم الى نوعين رئيسيين في الميكانيكا، البوتنشال انرجي والكايناتيك انرجي. الورك بقى هو الابلكيشن اوف فورس ثرو ا ديستانس، حاجه هتتحرك وهتتحرك من مكان لمكان، يبقى انت هنا الانرجي اتفعلت بقت في اكشن، فالورك هو الاكشن اوف انرجي، يبقى في فورس بتحرك ايه ديستانس او غاز. طبعا انتوا عارفين في قوانين الغازات الورك بي في الفي وهكذا. الباور بقى هي المعدل بذل الشغل، ذا ريت اوف ورك دان، بتقيس الشغل اللي انت بتبذله بالنسبه للثانيه. ودي كلها حاجات معروفه واساسيات لمعظم الناس. وحده الباور جول على الثانيه اللي هي رمز الوات. وخلي بالك اي اسم عالم يظهر في وحدات يكتب كابيتال ليترز، يعني هتلاقي كلمه نيوتن ان دي تكتب كابيتال، جي ما تنفعش تكتبها سمول لانها اسم عالم، اسم واحد جول. وات نفس الكلام، لكن لو هتكتب جول على الثانيه هيبقى الجي هي اللي كابيتال والاس هي اللي سمول. الكيلو جرام، ناس كتير بتكتب الكيلو جرام كي كابيتال، لا الكيلو جرام كي تكتب كي سمول. اي وحده لا تنسب لاسم عالم تكتب سمول، واي وحده تنسب لاسم احد العلماء تكتب كابيتال ليترز. الشكل اللي احنا شايفينه ده يعني كنا زمان درسناه نظريه الاواني المستطرقه، ان لو في عندك ليكويد في او الليكويد بياخد شكل الحيز اللي جواه، وبعد كده لو انت موصل كذا شانل مع بعضها فمستوى الليكويد هيطلع لنفس الايه الليفل. بس الصوره دي بتعبر ان الليكويد بياخد الفورم اوف كونتينر اللي هو انكلودد فيه. كلمه فلويد احنا عارفينها تنقسم الى ليكويدز اند جازز، الاثنين دول هما اللي احنا بنشتغلهم في الكورس. صحيح الكورس بتاعنا اسمه هيدروليك، لكن هتلاقي معظم المسميات اللي احنا بنشتغل عليها هيها موجوده في النيوماتيك. فاللي دارس كورس هيدروليك يبقى كانه عارف الكورس او بدايه الكورس بتاع النيوماتيك. كل الفلويد او كل substances is able to flow. H adjusts the shape او its shape to fit the container in which it is held. سواء حطيت ليكويد في صوره طبعا ليكويد سائل او غاز هياخد شكل الحيز بتاع الاناء اللي هو موجود فيه. زي ما قلت في حاجات اساسيه هتعدي علينا كلنا عارفينها في اول المحاضره كده. الدينستي هي الماس بير يونت فوليوم، ام على في، طبعا الام بالكيلو جرام والفي بالمتر المكعب، يبقى كيلو جرام على المتر المكعب هي وحده الدينستي.
مقلوب الدنسيتي ايه؟ سبيسيفيك فوليوم اللي هي الفي سمول، او يبقى الرو بتساوي واحد على في. طالما في قوانين نشوف بقى البريزنتر يظهر معانا هنا. الرو بتساوي ماس بير يونت فوليوم او واحد على في، والفي ده سبيسيفيك ايه؟ فوليوم، مقلوب الدنسيتي. لو عندك كومبوزيت ماتيريال زي معظم الزيوت بتاع الهيدروليك بتكون مكونه من اكتر من كومبوننت، فعشان يقيس لها الدنسيتي توتال بيطبق المعادله السهله دي، ان الفوليوم التوتال هيساوي الفوليوم بتاع، طبعا ده يمشي مع اي حاجه ميكس يعني اي حاجه مختلطه مع بعضها، الحجم الاجمالي بيساوي الحجم بتاع الجزء الاول او العنصر الاول او العنصر الثاني الى اخره، فهيعوض عن كل فوليوم بالماس على الدنسيتي. طبعا الدنسيتي هنا التوتال او بتاع الميكشر كله، ودي الماس الكليه، تقدر توزن الخليط اللي انت عملته الكتله الكليه، ولو حاطط الحاجات دي في اناء مدرج اعرف اجيب الحجم الاجمالي، يبقى الكتله الكليه على الدنسيتي توتال هتساوي M1 على R1 بلس M2 على R2 الى اخره. واقدر من المعادله السهله دي احسب الدنسيتي بتاعه الميكتشر اللي هو كان مكون من حاجات مختلفه مع بعضها، اطلع الدنسيتي بتاعه الميكتشر. وفي طبعا الكونسنتريشن ريشيو اللي هي الام بتاع الاليمنت او العنصر على الام توتال. سبيسيفيك جرافيتي سمعنا عنها كلنا، اللي هي الوزن على وزن الووتر او الرو على رو ووتر، هي الريشيو اوف اكشوال دينستي اوف سبستانس تو ذا دينستي اوف ووتر ات 4 سيليزيوس ديجري، يبقى كثافه الماده على كثافه الايه الووتر، او هي بتقارن لي وزن الماده على وزن نفس الحجم من ايه من الووتر. في طبعا عندنا الديستيلد ووتر ليه سبيسيفيك جرافيتي بواحد، لان طبعا لو انت عايز تحسب الاس طبعا ساعات نلاقي رمزها اس، يعني في ناس تكتبها في المراجع بحرف الاس بس بدل اس جي، فالاس هنا للووتر هتحط رو ووتر على رو ووتر هيبقى بواحد، يبقى اس ووتر بكام؟ بواحد. في حاجه اسمها الامريكان بتروليوم انستيتيوت عامل سكيل، عشان هم يشتغلوا اكتر في حاجات ليها ارقام كبيره، فهو عمل سكيل ينسب السبيسيفيك جرافيتي الحاجات اللي هي الستاندر اللي هي جايه من القانون ده مع الامريكان بتروليوم انستيتيوت، مثلا الووتر هنا بكام؟ بواحد، يقابله في الامريكان بتروليوم انستيتيوت 10، ده للبيور ووتر. وبعد كده بقى اي ارقام محسوبه كانه ضرب العمود ده كله في ايه في 10. من الحاجات اللي انت عارفها في الفلويد ميكانكس برضك ان اي حاجه تعمل سينكينج تغطس جوه الميه يبقى اكيد الاس بتاعتها اكبر من اس ووتر، يعني اس للميتالز كلها اكبر من اس ووتر فبالتالي هتغطس في الميه. طب امتى الحاجه تطفو؟ لو الاس بتاعت الماده اقل من اس ووتر، في ليكويد في لوت زي الزيت مثلا اشهر حاجه، لما تحط زيت فوق الميه كثافه الزيت اقل من كثافه الميه، يعني كل الزيوت 800 900 ارقام زي كده، الووتر 1000، يبقى 800 900 على 1000 هيديك ايه 9 من 10 او 8 من 10 حسب القيمه اللي انت هتعوض بيها، يبقى الاس بتاعه الزيت مثلا اقل من الووتر يبقى هو يطفو فوق الميه. نفس الكلام بالنسبه للخشب، اي حاجه تطفو فوق الميه يبقى ليها سبيسيفيك جرافيتي اقل من الواحد. سبيسيفيك ويت هو الوزن بير يونت فوليوم، كلنا عارفينه واشتغلنا بيه في فلويد ميكانكس كتير في الهيدروليك ماشينز، يبقى هنا الجاما بتساوي ايه؟ الوزن على الفوليوم، والوزن بالام جي على الفوليوم، لو خدنا الام على الفي لوحدها هتبقى هي الرو، يبقى السبيسيفيك ويت كان بي اكسبريسد باي ذا ريليشن رو مالتبلايد باي جرافيتيشنال اكسلريشن، والوحده بتاعته ترجع للقانون اهو، وزن يعني نيوتن على في يعني متر مكعب، يبقى نيوتن على المتر المكعب. مهم جدا للمهندس ان يلتزم بالوحدات الاس اي يونتس. وان كان لما تشتغل بره في السوق مش هتلاقي حد اصلا شغال بحاجه اسمها اس اي يونتس، هتلاقي ان دي اكذوبه كبرى يعني مضحوك عليها في ليك بيها عليك في الدراسه، هتلاقي مثلا يقول لك قيس بالملي متر وقيس بالنيوتن على المتر المربع والكلام الهبل ده كله، لما تروح الشغل والصناعه مش هتلاقي اس اي يونتس اصلا، هتلاقي لما تروح تشتري مواسير من اي مكان هتقول له هات نص بوصه، تلات ارباع بوصه، بوصه، اتنين بوصه، هتروح تجيب حتى المية من أي محل هتقول له عايز لتر، أزازة لتر، نص لتر، بالجالون، هتروح تقرا العداد اللي في المصنع أو في خط الغاز أو الغلاية هتلاقيه بالبار، يعني هتلاقي إن اللي أنت شغال بيه في الكلية دي وحدات إس آي يونتس فقط للدراسة، لكن سوق العمل بره هتلاقي كله وحدات إنجليش للأسف يعني.
يعني حتى ابسط حاجه الناس اللي بيعملوا مثلا ريجيم والكلام ده هيلاقي يقول لك انا عملت كام كالوري، ما فيش حاجه اسمها كام كيلو جول، ما فيش جول خالص، كله بالكالوري، المواتير بالحصان، كل الوحدات دي وحدات انجليش يونتس، فانت هتتعود عليها. جاست تروح بس تشتغل كده شهرين ثلاثه بعد التخرج هتلاقي نفسك اتعودت على كل المسميات دي، وتعرف التحويلات لو عايز تحول من اس اي يونتس لانجليش، وان كنت مش تحتاج اصلا هتلاقي كل السوق العملي البراكتيكال شغال انجليش يونت، حتى في شغالين في التكييف بي تي يو اللي بريتش ثيرمال يونت، مش هتلاقي حاجه بقى كيلو جول على مش عارف ايه، مش هتلاقي الكلام ده الا نادرا يعني في بعض الكتالوجات اللي هي النظريه. في فرق طبعا بين الليكويدز والجازس، ان الليكويدز يعني بتشبه اكثر يعني طبعا هي المرحله الوسيطه بين الجاز والسوليد، فهي اقرب ما تكون للسوليد، لان الليكويد غير قابله للانضغاط بنسبه طبعا معينه، كل المعادن او كل الليكويدز كان بي كومبريزد، بس الليكويدز يعني بنسموها احنا في دراسه نسميها في دراسه الفلويد ميكانكس يقول لك انكمبريسبل ماتيريال، ان هي غير قابله للانضغاط. ليه بقى؟ لان الانضغاطيه بتاعتها بتبقى رقم صغير جدا، فطالما الكومبرسيبيتي صغيره جدا فيبقى نيجلكتد. لكن احنا شايفين الشكل اللي قدامنا دوت السبستانس اللي جوه باين قوي ان هو ايه اتحول من حجم بالشكل ده، لما حط وزن عليه حصل انضغاطيه وبعد كده زود الوزن فيه انضغاطيه اكتر، ثم لما زود الوزن فيه انضغاطيه بنسبه اكبر، فاكيد الميديم اللي هو هنا ده اكيد جاز. والصورتين دول بيبينوا الفرق بين الكومبرسابيلتي في الليكويد كومبيرد تو جاز. بص هنا الليكويد يعني بيضغط بمكبس، فالانضغاطيه ايه حاجه بسيطه جدا، الفرق بين هنا وهنا ده ليكويد، اما الجاز لما اجي اضغطه بقوه لا الغاز هينضغط معايا ويقل الايه ويقل الحجم بتاعه على حساب ان الضغط يزيد. فايه المقياس بتاع الكومبرسابيلتي اللي هو بالك مودلز، هو ميجر اوف انكومبرسابيلتي، والرمز بتاعه هو بيتا، والقانون بيقول لي كومبرسيف ستريس على فوليومتريك سترين. كومبرسيف ستريس يعني دلتا بي، خلي بالك كلمه ستريس لو انت فاكر في ماده الاستريس بتاعت سنه اولى ان الاستريس هو برضك فورس على الاريا يعني نيوتن على المتر المربع، ما هو البريشر بيدي نفس الكلام نيوتن على المتر المربع، يبقى البالك مودلز هو الكومبريسيف ستريس هو دلتا بي عشان ده جازز او ليكويد، دلتا بي على الفوليومتريك سترين يبقى دلتا في على في. اشاره الناقص دي موجوده ليه بقى؟ عشان كل ما زود الضغط الحجم بيقل، فدي فيزيكال ساين يعني، فالدلتا بي على ماينس دلتا في على في هو ده البالك مودلز. وبعد كده هنجيب علاقة بين الدلتا في على في مع الدلتا رو على رو. طب فين إشارة السالب هتبان دلوقتي راحت فين؟ احنا قلنا من شوية ان الدينستي هي مقلوب السبيسيفيك فوليوم، يبقى لو ضربتهم في بعض هيديني واحد، هتعمل بارشال ديفرنشيشن رو دلتا في بلس في دلتا رو هيساوي زيرو، طبعا انت فاضل الواحد بصفر. من العلاقة ديت هتقدر تقول ان دلتا رو على رو هتساوي ماينس دلتا في على في، فانا اشيل الماينس دلتا في على في دي واحطها فين؟ هنا في ماينس دلتا في على في، اعوض بيها يطلع لي موجب دلتا رو على رو. فالبالك مودلز كان بي كالكوليتد باي ماينس دلتا بي ديفايدد اوفر دلتا في على في او دلتا بي على دلتا رو على رو. البالك مودلز دي ارقام بتاعت الهواء 1.42 في 10 اس 5، البالك مودلز للووتر 2.15 في 10 اس ايه 9. فبيقول لك هنا بالارقام دي ان الهواء بيساوي 15000 ضعف، او كان بي كومبريزد باي 15000 ضعف الميه، وطبعا كلنا عارفين ده حقيقي فعلا، الغازات تنضغط بنسبه ايه بنسبه اكبر. بس كان له من القوانين اللي سمعنا عنها كتير جدا وطبقناها في حياتنا، الراجل ده عمل قاعده او نص معين وكل الهيدروليك ماشينز شغال عليه. ايه النص بتاعه؟ قال لك البريشر ابلايد تو ا كونفيند نون فلوينج فلويد، اهم حاجه ايه بقى؟ حيز مغلق ونون فلوينج، لان لو مفتوح مش هينفذ هذا القانون بتاع باسكال. يبقى البريشر ابلايد تو ا كونفيند، يعني هنا عامل بريشر اهو تو ا كونفيند يعني حيز مغلق
non flowing fluid ولا يتحرك او مفيش سريان للفلويد is transmitted undimensioned to all points in the fluid، بيتوزع بانتظام على كل الاسطح اللي بيلامسها ايه او في كل الفلويد نفس الضغط، وعلى نفس الاسطح اللي ملامسها نفس الضغط. ودي حاجة مهمة جدا، فادتنا بقى في ايه، في نقل القدرة من مكان لمكان عن طريق توسيع قطر المكبس بمساحة اكبر في مكان وقطر مكبس تاني بمساحة اقل، فممكن ابذل قوة في مكان صغيرة واقدر احرك بيها احمال كبيرة في اريا تانية. زي الشكل ده كده، هنا مثلا ده دراع مكبس هيبذل فيه قوة صغيرة، يروح مكبر الاريا الناحية التانية، يطلع الناحية التانية قوة ايه، قوة اكبر، لان الليكويد اللي جوه ده كونفيند اهو، نون فلوينج فلويد، فبالتالي الضغط ده الضغط ثابت، هيزق الناحيه التانيه بريشر في اريا اكبر، يديك فورس ايه، فورس اكبر. ودي هنحللها بالقوانين. الرسمه دي موجوده في بعض الورش طبعا، ان انت البياره اللي بيرفعوا بيها العربيه دي في ورش الميكانيكا. الفكره كلها انه في مكان مساحه مكبس صغير بيبذل فيه قوه صغيره، وهناك الناحية التانية عند اللود يكبر المساحة ويرفع أحمال بقطر كبير. فإيه العلاقة بين الاتنين؟ في كومن هنا بين الاتنين، إن البريشر جوه الليكويد ده ثابت، لأن ده حيز مغلق نون فلوينج فلويد أهو، كونفيند نون فلوينج فلويد، الحيز مغلق ولا يوجد سريان باندفاع يعني، وطبعا في حركة بسيطة بسرعات صغيرة جدا بتهمل يعني، فده حيز مغلق. فهيقول الفورس واحد، الفورس على الاريا، ان البريشر عندي هو اللي ثابت، الفورس على الاريا 1 هيساوي فورس 2 على اريا 2، العلاقه اللي مكتوبه عندنا دي. طبعا الكلام ده مطبق في ايه، في الحاجات اللي احنا برضك معظمنا عارفها، الكوريك اللي هو الكوريك الاحمر ده، وساعات تلاقي لونه ازرق، في دراع كده، الدراع ده هو البامب، الحته دي هو اللي بيقعد يزق هنا، وطبعا بيعمل يطلع وينزل يطلع وينزل، فطلعه ونزوله كل مشوار طلوع ومشوار نزول بديزاين معين يعني، بيزق شوية زيت جوه الناحية التانية دي. ففي اريا اكبر للاريا اللي قدامنا دي، وشوف هتلاقي هنا الرام بتاع المكبس عريض عشان يتحمل الاحمال اللي موجودة اللي هيرفعها، فاريا كبيرة، وهنا الدراع بتاع المكبس صغير جدا. يعني القطر بتاع المكبس اللي هنا هو نفس القطر بتاع الحتة اللي احنا شايفينها دي بالظبط كده، يعني ممكن يكون 2.5 سنتي، وهنا قطر المكبس بيبقى كبير. ديبند بقى على حجم الكوريك والوزن بتاعه، بيتكتب عليه طبعا كذا طن، يعني هنا كاتبين من 50 ل 70 طن، باين لا 50 طن، دي 50 طن. فالعلاقه ان هنا البريشر ثابت والفورس على الاريا بيساوي فورس على الاريا. وفي طبعا اقدر اربط الكلام ده مع الديستانس. ازاي اجيب علاقه بين الاس واحد اللي هيتحركها المكبس الصغير مع اس اتنين؟ هفكر اقول طب ما هو هنا في ازاحه هتحصل، يبقى في ديسبليسد فوليوم، في حجم هيزح هنا، الحجم اللي هيزح هنا هينتقل يروح فين؟ الناحية التانية، يبقى displaced volume في ال small piston area هيساوي displaced volume في ال large section ده، يعني ال S كستروك في ال area هيساوي ال S 2 في area 2، وأقدر أربط بين S 1 و S 2 من علاقة ال area 1 ب area 2، وهتلاقينا برضك رابطين area 1 ب area 2 مع الفورس، فممكن أربط ال S مع الفورس لأنها مرتبطة بالإيه؟ بال area. اللي هيظهر عندنا دلوقتي the pressure inside the conduit اللي هو المجرى اللي فيه الزيت، ال pressure بيساوي force 1 على area 1 equal force 2 على area 2، ال displaced volume اللي اتحرك من ال small cylinder هو اتحرك لل large cylinder، يبقى ال delta V عبارة عن area 1 S1 بتساوي area 2 S2، فأقدر أجيب S1 على S2 بتساوي area 2 على area 1. ومن العلاقة اللي فوق ديت أقدر أعوض برضك بالاريا، أستبدلها بالإيه، بالفورس. فالعلاقة دي كده أقدر أطلع المجاهيل اللي عندي لو عندي مسألة، سواء عرفت بقى الاريا ريشيو أو الستروك ريشيو أو الفورس ريشيو، أطلع المجهول اللي عندي. الباور اللي أنت بتحركها، الباور كلنا معظمنا يقول لك تسأله الباور، الباور يقول لك إيه، لك تورك في أوميجا، ما مش كل حاجة تورك في أوميجا، ده لو في جسم بيعمل حركة روتيشنال. في الميكانيكا التورك ده هو حاجة بتعبر عن روتيشنال موشن، أما في اللينير القانون هو زيه بالظبط، هو نفسه اصلا بس اسمها اف في في، وممكن توصل منه للتورك في اوميجا برضك، لان الاف هنا القانون ده، اي حاجه لينير الباور تحسب ازاي، فورس في فيلوسيتي، مش حجمها دي فيلوسيتي، الفورس في الفيلوسيتي.
الفي دي لينير فيلوسيتي. لو انا عايز اعوضها واثبت ان العلاقه دي هي نفسها تورك في اوميجا لو حاله الروتيشنال، يعني اثبت ان الباور اني واي سواء لينير او روتيشنال هيطلع في الاخر نفس القانون. يعني الفيلوسيتي هنا دي لينير فيلوسيتي، هستبدلها باوميجا ار، يعني هكتب مكان دي كده اوميجا ار، يعني اعملها لك هنا اف، اشيل الفي واحط مكانها اوميجا في ار. مش الاف في الار ده هو التورك، هيطلع برضك تورك في ايه، في اوميجا. فالميكانيكال باور تحسب في حاله اللينير اف في فيلوسيتي، فورس في فيلوسيتي، او تورك مالتبلايد باي انجلر فيلوسيتي او انجلر سبيد. طبعا الوحدة الباور كلنا عارفينها الايه، الوات، سواء دي او دي. في حاجة تانية تطبيق مهم جدا لباسكال لو، اللي هو البريشر انتنسفاير، وده موجود في دوائر هيدروليك كتيرة جدا. فاحنا النهاردة بنتكلم عن فاندامنتالز، فهنعرف ايه هو ازاي البريشر انتنسفاير ده شغال وايه العلاقة اللي بتطبق جواه. كلمة بريشر انتنسفاير، عارفين في الكهرباء يقول لك حاجة اسمها امبليفاير، هو بالظبط الامبليفاير بتاع الناس اللي هم شغالين في الكهرباء. الامبليفاير بيعمل ايه؟ بيكبر الاشاره بتاعه الفولت. البريشر انتنسفاير بيكبر الاشاره بتاعه الضغط، لان الفولت على فكره هو يقابل الضغط في الهيدروليك، والفلو يقابل الكرنت. يعني لما تحب تعمل كده انالوج بين الكهرباء والميكانيكا، هيقول لك الفلو ريت هو الكرنت، والبوتنشال ديفرنس يعني الفولت يعني هو البريشر ديفرنس. فالبريشر هو الفولت والكرنت هو الفلوريت. فهذا بص للرسمه السهله اللي قدامي دي، طبعا عندك انيميشن هنا باينه اهي. هو كاتب لك ان انا في اي واحد ولا اف واحد واف اتنين، وفي هنا بريشر عداد بيقرا البريشر في نقطه واحد والبريشر في نقطه اتنين. ايه اللي هيكون ثابت في الاتنين دول؟ ده جسم متر، فبالتالي الفورس اللي هتزق بيها في الجانب ده هي نفسها الفورس اللي في الجانب الاخر. ف اف 1 ايكوال اف 2 اللي هو على الرسمه دي او على الرسمه دي، اف 1 ايكوال اف ايه، اف 2. فاجي اكتب الكلام ده كده، اف 1 معلش يا دي اف 2، اف 1 ايكوال اف 2. فالاف 1 عباره عن بريشر في اريا، والناحيه الثانيه برضك عوض بريشر 2 في اريا 2. وطبعا لو في كفاءه تحويل يعني عاده بتكون بواحد ما بنكتبهاش، هيطلع ان انا اقدر اطلع البريشر المجهول عندي في المعادله اللي قدامي دي. لو انا اعرف البريشر واحد يبقى اطلع المجهول اللي هو بريشر اتنين. هي الفكره كلها ان بيجيب مكبس صغير زي ده كده، يبذل فيه قوه، يحط ضغط معين، فالضغط دوت او العكس. يعني انا هنا بحتاج الاريا الكبيره بقى هعمل العكس، معلش العكس يعني ايه، انا هجيب ضغط قليل هنا على اريا كبيره، ضغط قليل على اريا كبيره هيديني في الاخر قوه كبيره، ان اريا كبيره جدا بالمقارنه بالناحيه الثانيه لو هي ضعفها يعني. فنفس الاريا دي لو هي ضعف دي هيروح عامل لي ضعف البريشر. لو انت عوضت الاريا دبل هيديك ضعف البريشر. يعني لو اريا 2 اريا 1 ضعف الاريا 2، اريا 1 دي ب 2 ودي ب 1، هيطلع البي 2 بيساوي ضعف البي 1. فهي الفكره في كده بقى، ان انا باخد في اماكن زي بي 2 ده اخد ضغط عالي بتاثير ضغط اخر بسيط. طب مستخدمه في ايه مثلا او بتطبق ازاي؟ بيجيب الهواء مثلا، يجيب الهواء، الهواء ضغطه بيكون دايما من 6 ل 10 بار او 6 ل 8 بار في الابلكيشنز، من 6 ل 8 بار. يحط هنا ضغط هواء 8 بار مثلا على اريا تكون ضعف الاريا دي، يوصل الناحيه الثانيه من ال 8 بار هنا الى 16 بار، فخد ضغط مضاعف. ولو جاب هيدروليك بقى ممكن يحط هنا 100 بار يوصل ل 200 بار الناحيه الثانيه من العلاقه السهله دي. وقلنا الايتا بتكون عاده بواحد اذا لم يذكر خلاف ذلك، يعني دي كفاءه التحويل بتاعه الطاقه. الشكل اللي قدامنا ده كلنا عارفينه من ثانوي، ان ده العلاقه بين الجيج بريشر والاتموسفيريك بريشر والابسوليوت بريشر، ان البي ابسوليوت بيساوي بي اتموسفيريك بلس البي جيج لو الضغط فوق الضغط الجوي، او ماينس البي جيج لو الضغط في تفريغ يبقى تحت الضغط الجوي. الضغط الجوي اللي هو ده يعتبر الخط ده، فحتى نسمي الضغط الجوي نقول ان هو زيرو جيج. لما تيجي تشتري عداد جديد كده من اي محل وانت بتشتري عداد الضغط دوت ولسه مطلعه من العلبه،
بتلاقي اري زيرو. طب ازاي هو اري زيرو مع ان الاتموسفيريك بريشر اصلا بواحد بار تقريبا؟ عشان هو ده لا يقيس الضغط الجوي، ده بيقيس اي ضغوط فوق الضغط الجوي لو هو ضغط جيج عادي، او هيبقى فاكيوم تحت الضغط الجوي. في نوع من العدادات بيبقى فيها تفريغ هنا في لون اخضر كده يديك قرايه بالنيجاتيف يعني. فلو العداد ده هيقرا قيمه فوق الضغط الجوي يبقى يحس من بعد الايه، من بعد الزيرو. عشان كده نسمي الضغط الجوي زيرو جيج. الضغط الجوي قيمته كام فعليا؟ 1.013 بار. هو اكشوالي 101325 نيوتن على المتر المربع، يعني بيقولوا ان هو 1 بار. لو انا بقى بعمل كومبليت فاكيوم هيطلع ان الجيج بريشر بناقص الرقم ده، ده كومبليت فاكيوم. انا وصلت ان البي ابسوليوت بتساوي صفر لو عايز اوصل لها يعني، وده صعب جدا على فكره. لو انا عندي ضغط مثلا مقاس 100 بار، يكافئ ايه في الابسوليوت؟ هجمع ال 100 بار مع الضغط الجوي هيساوي 101.303 من عشرة يعني، وكلنا عارفين الكلام ده كويس. والواحد بار انه يسمى برضك في الانجليش يونت واحد اتوم يعني اتموسفير. برنولي ايكويشن احد ابسط اشكال الانرجي ايكويشن، العلاقه بتاعتها كلنا عارفينها وعدت علينا كتير في الفلويد ميكانكس. البريشر على رو جي بلس في سكوير على 2 جي بلس زد بتساوي كونستانت. الكونستانت هنا ممكن اطبق الكلام ده في اكتر من مقطع يعني، اسمي هنا واحد 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 واروح كاتب نفس المعادله دي الناحيه الثانيه. الكونتينيوتي ايكويشن الماس فلو ريت رو في في الاريا عند المقطع A بتساوي رو في الفي في الاريا عند المقطع B بتساوي نفس الكلام عند اي مقطع في خلال التشانل اللي ماشيه بيه. ودي برضه القوانين الاساسيه بنراجع لك عليها كده بسرعه. في بقى حاجه في الفلويد او الهيدروليك ماشينز مهمه جدا تكون انت عارف ان دي، ده عطل هام اصلا بيحصل في كل المعدات الهيدروليكيه، يقول لك الزيت بيسخن والمكنه بتسخن. دي بتكون بقى عيب في التصميم، ان واحد مصمم يا اما مواسير ضيقه يا اما جايب صمامات تحكم مش في نفس السايز المظبوط. لان في الهيدروليك اي ليكويد ماشي تحت ضغط، اي ليكويد ماشي تحت ضغط وجه في مسار ضيق زي كده ده صمام. الصمام دوت بيرو عامل ايه بقى؟ عامل لي قوه كبيره جدا على الليكويد، فمش عشان السوسته دي بتكون سوسته عامله فورس على الكوره فبتزق الليكويد هنا بقوه كبيره، فبيلاقي مقاومه الليكويد بيلاقي مقاومه اثناء سريانه في البايبس. فالطاقه اللي انت ضخيت بيها الزيت ده وعملت فيها بريشر في فوليوم كانرجي هتتحول كلها لحراره. دي مشكله بقى لما تعمل ديزاين لحاجه مش مظبوطه، او اللي يحصل حاجه تانية بتحصل برضك ان الضغط لما يزيد قوي في الدايره بيروح الزيت معدي في مكان اسمه البريشر ريليف ضغط، بريشر ريليف فالف. ده عشان يقلل الضغط على الدايره، فطالما هيعدي في بريشر ريليف فالف اللي حاجه زي ده بالظبط يعني، فهيعدي في مكان ضيق قوي فهيتتحول الطاقه بتاعه التشغيل الوحده كلها الى حراره والزيت يقعد يسخن. ولو انت شغال بقى كونتينيوس هيحصل مشاكل كبيره في الايه، في الدايره. فيبقى هنا heat is generated in fluid power system whenever a pressure drop occurs that doesn't produce work. اي بريشر دروب عالي هيحصل في الدايره بدون ان تبذل شغل، بدون ما اتحرك مكابس او تحرك مواتير هيدروليك، هتتحول الطاقه دي كلها لايه، لحراره. ودي هنتكلم عنها بالتفصيل بعدين. قانون طبعا الايديال جاز لو كلنا حاجات اساسيه، البي بتساوي رو ار تي او البي في بتساوي ام ار تي، هي هي طبعا، والمسميات كلنا عارفينها. وفي طبعا قانون بويلز لو، بي في بتساوي كونستانت، تشارلز لو اللي هو الفي على تي بتساوي كونستانت، جي لوكاس لو البي على تي بتساوي كونستانت. يبقى دي عمليه كونستانت فوليوم، دي عمليه كونستانت بريشر، دي عمليه كونستانت تمبريتشر بتاعت بويلز. في ستاندر بقى من اول هنا يهمني بقى، اللي فات ده كله حاجات اساسيه وكلنا عارفينها يعني، ممكن يكون بالك مودلز انت سمعته قبل كده بس احنا هنا هنركز عليه لان عايزينه في الكورس، لكن كل الحاجات اللي ذكرت فيما قبل كلها انت عارفها. في اسوسيشنز جمعيات ومنظمات عامله ستاندر في العالم كله لشغل الهيدروليك، عشان لما واحد يرسم دايره في اي بلد في العالم، في امريكا في المانيا في انجلترا في فرنسا، يقدر اي مواطن في العالم كله يقراها. فالمنظمات دي دول اشهرهم طبعا، هم كتير جدا، الناشونال فلويد باور اسوسيشن اختصارها ان اف بي اي، فلويد باور ديستريبيوترز اسوسيشن اف بي دي اي، انترناشونال فلويد باور سوسايتي ودي برضك من الحاجات المشهوره جدا اي اف بي اس،
والفلويد باور اديوكيشن فاونديشن، دول الحاجات التعليميه بقى. دي المنظمات اللي نظمت العمل والستاندرايزيشن بتاع الهيدروليك ماشينز والهيدروليك باور، فعملت سيمبلز اقدر ارسمها، والسيمبلز دي اي مهندس او حتى الفني يقدر يتعرف على الرمز دوت يقصد بيه ايه. فطرق التمثيل اللي بتتم في الفلويد باور يا اما بيكتوريال جاي من بيكتشر اللي هي الصوره تصوير الحاجه، او كات واي قطاع زي الحاجه دي، ده كده قطاع مثلا. يعني هنا دي لما بص على الرسمه دي كده هتقول اه ده جير بامب، مع انك ما تعرفش اصلا ممكن تكون انواع البامب ايه، بس ممكن لما ابص على الرسمه الاقي هنا ترس وهنا ترس فاقول دي جير بامب، هلاقي ده صمام. هو ليه طبعا اسم بريشر ريليف فالف بس انت مش تبقى عارفه دلوقتي، ده فلتر، المسميات مكتوبه عندك ايه، ده اسطوانه. فالحاجات دي كده اسمها كات واي، او يعمل حاجه اسمها جرافيك سيمبلز، ده اللي هنحتاج عليه مش نعمله، او يعمل كومباينيشن بقى بين الحاجات دي. يعني الرسمه دي فيها كومباينيشن، هتلاقي فيها يعني رسمه السيمبل هنا زي بعض زي الاسطوانه، الفلو ده او صوره الفالف ده موجود هنا، كات واي هنا، جرافيك الدايركشنال كنترول فالف. طبعا صعب اي حد يرسم الشكل ده، لا الرسمه دي سهله بكتير جدا، هترسم كده مستطيل وتقسمه ثلاثه وتحط فيه الرموز وهتعرفها، هتلاقيها سهله. يعني رمز البامب مين يقعد يرسم تروس عشان يمثل الجير بامب، ما تلزمناش في حاجه، هنرسم رسمه زي كده دايره فيها رسم راس سهم او دلتا، علامه الدلتا مظلله تبقى دي كده بامب، لو علامه الدلتا مفرغه تبقى هي كومبريسور. والصمام ده اللي اسمه سيفتي فالف، واسمه العلمي في الهيد كورس اسمه بريشر ريليف فالف، هو الرمز بتاعه. المواتير الكهرباء كلها عارفينها من زمان، هو الرمز ده. رمز الفلتر اهو، طبعا احنا هنعدي على الكلام ده بالتفصيل، بس انا بفسر الرسمه اللي قدامي دي. احنا قلنا بيكتوريال وفي كاتواي وفي جرافيك. البيكتوريال يعني انت ترسم الرسمه دي كده، تلاقي في الكتالوجات يعمل لك رسمه الاسطوانه ويحط لك عليها ابعاد، ده اسمه بيكتوريال، جايب لي الشكل الخارجي. ده رمز مثلا 3 واي دايركشنال كنترول فالف، صمام ثلاثي الاتجاه، صوره مش هتبين لك حاجه، لكن انا عشان اظهر اللي جواها، واظن خدته في الديزاين سنه تانية انك ترسم الاسطوانه بالقطاعات وتعملها ديزاين كمان، مش هنعمل حسابات طبعا للسوسته ولا الكلام ده هنا خالص، بس ده شكل قطوي اهو، ده الاسطوانه من جوه اللي كانت من شويه ظاهره لي كده، فاتعمل جواها قطوي فظهرت بالشكل ده. والصمام اللي عندي اهو في جسم بيتحرك داخلي اللي هو القطعه دي تسمى السبول، والجزء اللي بره ده اللي متهشر ده يسمى السليف. ده كله صمام دايركشنال كنترول فالف 3 واي، ليه 3 فتحات 1 2 3 هنتكلم عنه بالتفصيل طبعا. ونفس الكلام ده حاجه برضك باينه قطاع في صمام بيفتح ويقفل. الجرافيك بقى ان نرسم سيمبلز، ودي مهمه جدا، ودي اللي احنا هنشتغل عليها في الكورس، ومطلوب منك لما تجيلك دايره في الامتحان يقول لك قول لي اسم العنصر ده ايه، توصفه فول ديسكريبشن، تقول ده كذا كذا كذا، ده ما هتتعلم معايا النهارده ان شاء الله. فده احد العناصر المعموله. ايه هو ده اصلا؟ هتلاقي اسمه بعد كده ما نتكلم عنده، اسمه دايركشنال كنترول فالف، وده شابتر كامل بعد كده هيتكلم عن الدايركشنال كنترول فالفز. هتلاقي العلامه دي شغال بايه، بالسولونويد كهربا. طب ايه ده؟ رمز السوسته. ودي دي بقى المسارات الداخليه اللي جوه الصمام. عارف الرسمه دي؟ هو الصمام ده هنا في كام خط، 1 2 3، ده 3 ويز اهو. لما اجي ابص هنا الاقي ايه، هتعد في مربع واحد بس، يعني يا اما المربع ده او المربع ده، لو هعد في المربع ده هلاقي 1 2 3 خطوط اللي هم الثري ويز دول. فالصمام ده اسمه دايركشنال كنترول فالف 3 وتعمل سلاش اوفر 2، يعني 3 اوفر 2. ايه هم الثري؟ 3 لاينز او 3 بوردز او 3 ويز، هي 1 2 3. ايه بقى كلمه 2 جت منين؟ 2 جايه من ان في 2 مربعين اهم، يبقى 2 بوزيشنز، يبقى دايركشنال كنترول فالف 3 سلاش 2 3 ويز على 2 بوزيشنز. الاكتويشن بتاعه الحركه بتاعته بتتحرك ازاي؟ الحركه بتاعت الرمز ده الكتريكال اكتويشنز جاي من سيرونويد. طب الصمام اللي كان قبله هنا كان معمول كات واي، ده مانيوال، ده شغال مانيوال، اما ده شغال الكتريكال. والسبرينج هنا بنسميه سبرينج ريتيرن. سبرينج ريتيرن ده اللي بيرجع الصمام لوضعه الطبيعي تاني، لو انت حركت جبت كهرباء هنا والقلب ده اتحرك فيروح مرجعه لوضعه الطبيعي تاني. برضك هنتكلم عن الحركه بتاعت الحاجات دي بالتفصيل بعدين، انا يهمني النهارده اتكلم بس عن الرموز. الرموز المستخدمه في الايزو 1219 ده
الرموز اللي هي سيركلز، سكويرز، رومبس، ريكتانجلر، كبسولة، دي الرموز. بعض الأسهم هتظهر لنا بقى بالترتيب برضك، دي المسميات اللي احنا قلناها ايه. من اول هنا بقى تركز معايا كويس عشان انت هترسم بعد كده الدوائر بالستاندر ده، وهتشوف الدوائر في الكتالوجات وفي كل الماشينز هتلاقيها مرسومة بنفس الستاندر اللي بتدرسه النهاردة، مش هيتغير معاك ابدا في اي مرحلة من مراحل الوقت اللي انت هتشوفها في اي كتالوج هيدروليك او نيوماتيك. اي خط كونتينيوس لاين سوليد كده هنسميه وركينج اور ريتيرن لاينز. وركينج يعني يعني خط هيبقى فيه فلو خارج من المسار او راجع لمسار اخر. لو هعمل داش لاين هيبقى ده اسمه درين، درين يعني تصريف، او بايلوت لاينز، بايلوت يعني اشارات ارشادية يعني بتدي سيجنال انها تفتح صمام تاني تقفل صمام تاني، لكن مش عاملة خط فلو رئيسي، اسمها بايلوت، اشارات بايلوت، او ده طبعا يكون الدرين. لو هعمل سنتر لاين يبقى ده بنحطه على المجموعة من المكونات، ونقول ان المكونات دي كلها هتتباع في السوق كمكون واحد، فبنقول ان دي كومبوننت يعني مجمعة تتباع كده مجمعة. فلما احب اجمع اكتر من كومبوننت واروح اشتريه كده مجمع بنعمل له سنتر لاين حواليه. فيهمني اول خط السوليد لاين والخط اللي هو الايه الداش لاين. اما الخط السنتر لاين ده هتلاقيه مرسوم لك على بعض المكونات مجمعه مع بعضها كده، زي بامبا مع موتور كهرباء مع فلتر مع، عشان بتشتريها وحده كامله اسمها الباور باك. في التوصيلات والتقاطعات هتلاقي مثلا انت عايز تعمل حرف تي كونكشن، هتعمل هنا نقطه ايه بولد كده تكبرها عشان تقول ان ده تي كونكشن. لو عايز ترسم خطين نوت كروسنج او نون جوينينج بتعمل ايه علامه كده ان دول ايه مش معديه. وساعات تلاقي بعض الدوائر يعملوها خط حتى كروس كده على طول من غير ما يعمل ايه، لو عمل كروس على طول اعرف ان هم برضك مش متقاطعين نوت انترسيكتنج، لكن لو هو عايز يعملها متقاطعين يخليها صليبه مثلا كان يحط لك عليها علامه ايه او تي كونكشن، يحط لك عليها الدايره السوداء دي عشان يرمز ان هم متصلين ببعض. احنا الكورس بتاعنا قلنا كله هيدروليك، بس احنا بنحب يعني نعرفك شويه بعض الحاجات في النيوماتيك. في اي دايره هتلاقي مرسوم فيها راس كده مظلله يبقى دي بتتكلم عنها هيدروليك ايه بريشر. لو نفس راس السهم دي مفرغه يبقى دي دايره بتاعه نيوماتيك ضغط غاز. يعني الرموز اللي عندنا برضك ومن اهم الحاجات زي ما قلنا الاسبوع اللي فات في الهيدروليك سيستمز اللي هو البامب. البامب هنا دي اهم عنصر موجود في الهيدروليك ماشينز. الرموز بتاعت البامب لو انت شفت دايره زي كده وعليها راس سهم واحد هنسميها فيكسد ديسبليسمنت بامب والسنجل دايركشن، لان بتضخ في اتجاه واحد بس، دايما دي هتشتغل في اتجاه واحد فقط. رسمه البامب تاني دايره وجواها راس سهم مظلل عشان دي شغاله في الهيدروليك، والرمز ده يمثل ايه فيكسد ديسبليسمنت بامب، انها طولمبه موجبه الازاحه وثابته الازاحه والسنجل دايركشن اتجاه واحد بس. لو اتعمل لي سهم عليها كده بص اللي اتغير في الجمله ايه، بدل فيكسد لا بقت فاريبل، ان انت ممكن تغير الحجم الهندسي اللي جواها. الحجم الهندسي يعني ايه؟ يعني الحركه اللي بتحصل جوه البامب، يعني ممكن اخد منها ستروك كبير ستروك صغير ازاحه اكبر ازاحه اقل، فبنسميها فاريبل ديسبليسمنت بامب مش بيستون بامب، هي فاريبل ديسبليسمنت بامب وخلاص. دي بتبقى طبعا التحكم فيها هيدروليك كنترول، ده اللي بيتحكم في زاويه الميل، حاجه طبعا ميكانيزم كده هيظهر بعدين بعدك مش هنسبق الاحداث. احنا بنتكلم عن الرموز دي فيكسد ديسبليسمنت دي فاريبل ديسبليسمنت، الاثنين شغالين ايه بقى سنجل دايركشن. في طلمبات شغاله باي دايركشنال ثنائيه الاتجاه باي دايركشنال بامب زي كده، سواء لو اديتها حركه دوران يمين تضخ في اتجاه معين، عملت دوران شمال تضخ في اتجاه ايه اخر. لو اتحط لها علامة السهم دي بقت variable، بس هنا هنسميها reversible. ممكن برضك تقول ايه variable reversible يعني ايه هي، او reversible variable bump، لان انت هنا هتعرف تضخ الفلو بحجم متغير وفي نفس الوقت عندك الايه الاوبشن انت عاكس. فبسرعة كده fixed displacement variable displacement bidirectional fixed displacement reversible variable bump، دي variable دي fixed، بس هنا باي دايركشنال هنا باي دايركشنال مع ريفرسبل مع فاريبل. النيوماتيك طبعا خلاص هو مش ما عندكش بقى الكمبريسور، مفيش كل ده، الكمبريسور هو حاجه زي دي بس.
يطلع فلو ريت بمعدل ثابت. الاكشويترز اللي هي المشغلات، لان في عندي في اي هيدروليك سيستم زي ما قلت الاسبوع اللي فات حاجه اسمها بامبز، بتعمل يعني انيشيت للانرجي، بتعمل سبلاي للانرجي في الدايره، وفي حاجه بتستقبل ريسيفرز انرجي. الريسيفرز هي الاكشويترز. تنقسم الاكشويترز الى لينير وروتري. اللينير اكشويترز هنلاقي منها السنجل اكتنج سلندر. سنجل اكتنج ليه؟ لان عندي وان لاين اكتنج اون ذا هيد اوف ذا بيستون، ما عنديش لاين تاني، ما عنديش اي اشاره هنا بتيجي تحرك، لا اشاره التحريك الوحيده الفعاله الافكتيف هي ذيس لاين. فذيس لاين اكتنج اون ذا بيستون هيد فتسمها سنجل اكتنج سلندر. اف ذير از تو كونكتنج لاين يبقى عندي اسمها دبل اكتنج سلندر. الدبل اكتنج سلندر هتلاقي ان وان تايم the oil supplied this line، يعني الاويل بيضخ هنا والمكبس هيتحرك للناحية دي، اسمه extend stroke. extend يعني يحصل يخرج لبره. طب if you reverse supplied the oil هنا، الريفرس بيحصل من خلال صمام بيركة قبل ده، بس انت ده هتضخ هنا زيت، يكون المكبس بقى وصل لنهاية مشواره، فلما تعمل supply للاويل هنا يروح المكبس راجع تاني. يبقى المكبس ده بيتحرك double acting، مرة يجي الاكتنج على البيستون هيد، ومره على الايه الانالس اريا بين البيستون هيد والرود، الاريا اللي هي هنا دي. فهي اسمه ده لو في خط واحد واصل يبقى اسمه سنجل اكتنج سلندر، لو في خطين يبقى اسمه دبل اكتنج سلندر. هتلاقي في بعض المراجع بردك ساعات يرسم ده مقفول من هنا، هو استحاله يتقفل على فكره، يعني هو استحاله يكون مقفول كومبليتلي، لان لو قفلته كومبليتلي وحتى مش عايز افتح فتحه هنا قفلت ده كومبليتلي كده، طب انت عمال تضخ هنا زيت وده عايز يرجع لورا، واحنا قلنا من شويه لو في هنا غاز فالغاز قابل للانضغاط، فانا هقعد ارجع لورا، وفي هنا غاز مكتوم هيعمل لي زي السوسته كده يقعد يرد المكبس. فحتى لو في اي سنجل اكتنج سلندر بتلاقي فاتحين في فتحه صغيره كده، مفتوح فتحه عشان تسرب الهواء المتجمع او حتى التسريب الليكج اللي ممكن يظهر ويتجمع هنا زيت، فبيروح مرجعه كله على درين عشان ما ينقطش، حتى يرجع الخط ده على التانك على طول. فلو انت لقيت مكبس فيه فتحتين، مش كل المكابس اللي فيها فتحتين تبقى اسمها دبل اكتنج سلندر، في مكابس سنجل اكتنج سلندر بيكون فيها فتحه هنا موجوده اساسيه دي اللي مسؤوله عن الحركه، والفتحه الثانيه بتبقى للدرين عشان يفضي الهواء والرواسب او التجمعات الليكج بتاع الزيت اللي اتجمعت في ظهر الايه المكبس. الروتري اكشويترز دي بردك من المشغلات طبعا. تاني بص الرسمه دي كده وقارنها باللي كانت قبلها. هنا السهم خارج من الدايرة عشان دي بامب، لو السهم داخل يبقى ده يمثل ايه موتور، يبقى ده هيدروليك موتور وده نيوماتيك موتور. عشان ارسم الفالفز، الفالفز دايما بتترسم جوه مستطيلات او مربعات، يعني ده البيزك بريشر، البريشر بيبقى دايما بيتحط في او الفلور او كنترول فالف، يعني اما مستطيل اما مربع. لو هقسمه يبقى دي اسمها بوزيشن 1 بوزيشن 2 بوزيشن 3، ده 3 بوزيشنز، نفس الكلام هو 3 بوزيشنز بس عامل له خطين فوقيه. الخطين دول بيعنوا ان الحركه بروبورشنال ماشيه بتناسب، بيبقى كل حركه بيتحركها القلب الداخلي ده بتديني تناسب مع الفلوريت. ده حاجه غاليه جدا مش هتلاقيها متاحه كتير في الماكينات، لكن موجوده في الحاجات المتطوره، ده هتلاقيه كتير جدا هيظهر لنا كتير. رموز البريشر كنترول فالفز، دايما هتلاقي البريشر كنترول فالف بقى وتركز من هنا قوي، هيبقى الرمز مربع يا اما السهم واصل مع بعضه كده هنسميه نورمالي اوبن، او السهم هيكون متشفت جوه المربع هنقول الصمام ده نورمالي كلوزد. يبقى يا اما الصمام البريشر كنترول فالفز دي هيكون نورمالي اوبن او يكون نورمالي ايه كلوزد. يعني ايه نورمالي اوبن او نورمالي كلوزد؟ انت اما تروح تشتري الصمام من الشركه او المحل اللي هتشتري منه هيكون الصمام ده في وضعه الطبيعي فاتح. طب بيقفل امتى ويغير وضعه؟ لما يجي له اشاره بايلوت سيجنال تحركه من مكانه. في نوع تاني نورمال كلوزد هيبقى اصلا هو المسار بتاع الفلو مقفول كلوزد، ان اذا لم تجي له اشاره في تركيبه في الدايره وتخليه يبقى ايه يتحول يتغير وضعه من كلوزد الى اوبن. انت يا ابني اللي مشغل المايك عندك، اقفل الصوت اللي عندك ده. لا اقفل يا حبيبي الصوت اللي عندك، اقفل الصوت اللي عندك، اقفل المايك، اقفل المايك. فاضل قد ايه؟
يعني قد ايه؟ مين كبير فاضل قد ايه ده؟ انت اسمك ايه يا حبيبي؟ عشان مش عايز اعمل سويتش للشاشة واقعد اشوف اسمك بس. انت لو مشغول بحاجة يا حبيبي اخرج انت وروح، احنا لسه ميعادنا لسه الساعة 12 الا 1 الا 10. انا اسف يا دكتور، الفلو مكنتش قصدي عليك، ما كنترول اتصرفش، خالص. مش قصدي، انا اسف، الميكروفون اتفتح غصب عني. ماشي ماشي. الفلو كنترول فالفز دي بقى يعني نوع من الصمامات بتتحكم في الفلو. ده كاتيجوري تاني. احنا عندنا انواع الصمامات 3 انواع رئيسيين: دايركشنال كنترول فالف، بريشر كنترول فالفز، فلو كنترول فالفز. انا النهارده ما بشرحش الاوبريشن ولا يعني الكومبوزيشن بتاعها، انا بشرح بس الرمز، ودي حاجه سهله لسه. فالفلو كنترول فالف ده عامل زي حنفيه الميه، بيتحكم في الفلو. فالرمز ده اكنك بتقول رمز حنفيه الميه. في عندي فلو عامل له سروت اهو وعليه سهم، والسهم ده معناه فاريبل او ادجاستبل، ان انا بظبط كميه الفلو اللي بتعدي في الفلو كنترول فالف. فاي رمز اورفيس زي ده كده ممكن يبقى فيكسد اورفيس او فاريبل ايه اورفيس. فده الرمز اللي هتلاقيه موجود للفلو كنترول فالفز. وفي عندنا بقى يعني حاجة متقدمة شوية في الفلو كنترول فالفز ديت، حاجة اسمها بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف. بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف لما اجي اترجمه كده للعربي هقول لك ايه؟ صمام تحكم في السريان تعويض الضغط. يعني ايه تعويض؟ الكلمة دي معناها تعويض، تعويض الضغط. المقصود ببريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف انه هيطلع فلو ريت ثابت مهما اتغير الضغط اللي على الدايرة. طب تطبيقاته في ايه؟ تطبيق حلو جدا وسهل اللي هو الاسانسير. الاسانسير دوت ممكن يركب فيه 1 او 2 او 10 حسب المساحة المتاحة يعني. فطالما ركب واحد اكيد الوزن بتاعه يختلف عن الاتنين عن العشرة، فهنا في عندي لود متغير، واللود دايما في الهيدروليك بيترجم الى بريشر. يبقى عندي البريشر يتغير مع اللود، فانا عايز اخلي الاسانسير يتحرك بسرعة ثابتة. بسرعة ايه؟ بسرعة ثابتة. فينفعش انا مركب واحد يتحرك الاسانسير بمعدل ابطأ من لما يركب 10 او العكس يعني. فيركبوا صمام اسمه بريشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف يطلع فلو ريت ثابت الى السلندر او الموتور اللي هيشغل الاسانسير، بحيث يبقى دايما الفلو، طبعا عارفين الفلو بيساوي الفلوستي في الاريا. فلو الفلو ثبت يبقى الفلوستي هتثبت عشان الاريا عندي مساحة مقطع، فمعنى كده ان الفلوستي تتناسب مع الفلو ريت. فالفكرة كلها انه يطلع فلوريت ثابت مهما تغير الضغط اللي عليه. طب الرمز بتاعه ايه؟ هو رمز السابق بتاع الاورفس والسهم، وبنحط كده جنبه سهم يقول ان دوت ايه السمبلي فوق. ده كله كأصل رمز مبسط، لكن هناخده في المحاضرة بتاعته بالتفصيل نشرحه كاملا يعني. نحط سهم كده نقول ده سهم التغير او سهم البريشر كومبنسيشن. في نوع تاني اسمه تمبريتشر كومبنسيتد، ده نادرا ما هتلاقيه يعني، بس الفكره برضك ان لو في مكان شغال زي خط صلب وحاجات زي كده، فخط الصلب بيكون فيه درجه حراره عاليه، فالزيت اللي جوه الدايره ممكن يحصل له تمدد، وبيحصل فعلا تمدد بحجم الزيت. فيقول لك طب ما ممكن كده مقطع الشيت اللي هيطلع من على الدرفيل او الخط الفرن مش هيطلع بسمك منتظم، فيحطوا كمان بقى هناك تمبريتشر كومبنسيتد فلو كنترول فالف. يبقى ده صمام تعويض درجة الحرارة عشان يطلع فلوريت ثابت، وده صمام أو رمز صمام تعويض الضغط عشان يطلع فلوريت ثابت. فالصمامات دي بتطلع فلوريت ثابت مهما اتغير هنا الضغط أو اتغيرت الحرارة في الجزء اللي قبله. رمز التانك، الرمز كلنا عارفين كلمة ريسرفواير أو تانك، يعني هو الرمز البيزك سيمبل ده. وده التانك مع الدرين، الدرين ما بيترسمش لازق في الأرضية كده. الريتيرن لاين لو خط بقى وركينج لاين او ريتيرن عادي راجع للتانك بنرسمه في الرسمه واصل لايه؟ لقاع التانك بالشكل ده. الحاجات الاكسسوارز اللي موجوده في كل الهيدروليك ماشينز بعضها طبعا موجود، يعني حاجات كده، في حاجه ما ينفعش دايره ما تكونش فيها الفلتر، لازم كل دوائر الهيدروليك يتواجد بها فلتر لتنقيه الزيت من الشوائب. فالفلتر ده يستخدم ليه؟ تو كلين oil in the circuit from contamination، من التلوثات او الملوثات. الرمز بتاع المانوال دريند سيبريتور، يعني اي تانك هتلاقي فيه طبه تحت كده، الطبه دي بتفكها، فهو رمز ده رمز الطبه، مانوال دريند سيبريتور، بيفصل
فاصل الحاجة بيفصلها مانوالي. لوبريكيتور ده موجود فقط في النيوماتيك، يعني حتى كمان السبريتور دوت هتلاقيه موجود في الهيدروليك اه، بس في النيوماتيك اكتر، لانه بيفصل الميه عن الزيت، لان النيوماتيك فيه مشكله ان الغاز لما ينضغط او الهواء لما ينضغط الرطوبه اللي جواه دي بتظهر ككميات ميه، فلازم بعد كل فتره يفك الطبه ويفضي الميه اللي جوه الايه السبريتور. اللوبريكيتور انه برضك بيزيت، احنا قلنا لو هيدروليك ما هو زيت اصلا مش محتاجه زيت في حاجه، لكن لو هو نيوماتيك يبقى هحتاج ايه لوبريكيتور. هيت اكسشينجر مبادل حراري، المبادل الحراري هيستخدم ايه كولر، السهمين اللي بره كولر، في الدول اللي زينا كده والسعوديه والخليج كله محتاج كولر، اما في الدول اللي هي بتاعت روسيا والدول الاوكرانيه دي دول درجه الحراره فيها منخفضه فبيستخدموا هيتر عشان الزيت بيكون مجمد، او يعني مش مجمد، لزوجته عاليه جدا فبيحتاج يقلل اللزوجه بتاعته عشان يقلل الباور اللي هيشغل بيها المعده، ففي الاول بيسخنها ويبدا بعد كده تسخن مع الشغل اللي هي شغاله فيه. اجهزه القياس في حاجات معروفه وحاجات بالنسبه لك هتبقى جديده، اللي هو البريشر انديكيتور، رمز عدد الضغط، رمز الفلوميتر يقيس الفلوريت، ليكويد ليفل انديكيتور العوامه، تورك ميتر جهاز قياس التورك يعني ده نادرا ما هتلاقيه اصلا، التمبريتشر انديكيتور رمزه سهل في رمز السيرمومتر، التاكوميتر، كلمه تاكو ميتر جهاز قياس السرعه مش تورك ميتر اسمه تاكوميتر، التورك ليه جهاز قياس التورك اما التاكوميتر ده بيقيس السبيد. الاكتويشن بتاع الصمامات اللي هي الدايركشنال كنترول فالف اللي هي من الحاجات المنتشره جدا في الدوائر الهيدروليكيه، الاكتويشن بتاعها يا اما يكون موسلر او مانيوال عضلي او يدوي يعني او ميكانيكال الكتريكال بريشر، دول الاربع طرق اللي انا هحرك بيهم الصمام، الصمام اللي هو دايركشنال كنترول فالف. طبعا هيبان في الكنترول ميكانيزم هنا هتلاقي بعض الرموز سواء كهرباء او بريشر في الرسومات اللي وراها او مانيوال هتظهر لنا. المانيوال اوبريتورز لو انا عندي صمام، عشان بردك لو انت تهت شويه الرسمه دي مش حته كده لوحدها، انا هرجع ورا كده شويه كتير، كانت في رابع سلايد او خامس سلايد تقريبا اهي الرسمه دي، ده صمام دايركشنال كنترول فالف، الاكتويشن بتاعه اللي هو بتكلم على ده، الاكتويشن بتاعه هنا سولونويد والسبرينج بيعمل لي ايه ريتيرن، فاللي انا هتكلم فيه دلوقتي حاجه زي الحاجات دي كده بس راسم لك فقط جزء من الصمام عشان ماليش دعوه بقى الصمام ده 3 على 2 ولا 4 على 2 ولا 5 على 3، انا برسم لك نوع الاكتويشن موشن بتاعته وهوضحها لك في اللي هيظهر لنا في المانيوال والالكتريكال والبايلوت اوبريشن اللي هم دول. فالجنرال مانيوال ده حته خط كده وعليه دراع، البوش بوتوم دراع بوش بوتوم هيحرك مانيوال بردك بس بوش، في حاجه اسمها بول بوتوم يعني يسحب ياخد الاكتيويشن بتاعته بالسحب بول بوتوم، لو الزرار ده هيشتغل بوش بول هتحط له الكيرف بره وجوه عشان طبعا يبقى يرمز للبوش وهنا يرمز للايه البول، فده صمام بوش بول. لو الصمام ده مانيوال ليفر ده الرمز بتاع الحركه بتاعه الليفر، لو بيدل دواسه يعني دواسه هتشغل بيها الصمام ده رمز الدواسه، لو تريدل اللي يدخل فيها الجزمه بوز الجزمه ويقعد يسحب لفوق او لتحت ويغير وضع الصمام نسميها تريدل، لو روتري نوب لو هيعمل تغيير بحركه دورانيه فيبقى زي كده تلاقي المخارط والمكن الكبير تلاقي فيه زرار احمر كده مع اختلاف الطريقه طبعا بس هتلاقي زرار احمر بيلف عشان يوصل او يفصل فده روتري ايه روتري نوب، يبقى جنرال مانيوال بوش بوتوم بول بوش بول ليفر بيدل تريدل روتري نوب. الحركات الميكانيكال الصمامات برضك ممكن تاخد حركه ميكانيكال بيكون فيها زي دراع كده دراع صغير اسمه بلانجر لو خد خبطه اشاره معينه يروح مغير وضع الصمام. السبرينج طبعا احد اهم العناصر بتاعه الميكانيكال بس دي بتخلي الصمام يبقى ريتيرن يرجع يا اما وضع مقفول او مفتوح بترجعه لوضعه الطبيعي تاني. الرولرز دي احد الاجزاء الميكانيكيه برضك اللي بتتغير وضع الصمام، يوني دايركشنال اور وان واي تريب ده نفس الفكره بتاعه ده بس دوت بياخد الاشاره في اماكن محدده، ده بيتنه موجود معاك في مشوار بس مشوار احادي يعني ياخد اشاره ويتنه متوصله في مشوار احادي. الديتنت اللي هي السقاطه عارفين الشنكل اللي بيركب في الشيش ده، الشنكل ده اسمه بالانجليزي ديتنت اللي هي سقاطه،
هو بيثبت الشنكه الفشيش بيعمل ايه؟ بيثبت الشيش في وضع معين، فالسقوطه دي بتخلي الصمام اللي هو هنا الصمام ده هيبقى ليه، لو انا هرسمه كامل ليه 3 اوضاع، 1 2 3، فبيجي يظبط الوضع اللي في النص، يروح حاطط له كده لوك كده، يروح نازل فيه، مجرد ما تحرك الصمام يروح مثبت الصمام على الوضع المنتصف، او لما احرك يمين او شمال يجي هنا ايه في المكانين الديتنت اللي جنبهم دول، فدي السقاطه اللي بتثبت الصمام في وضع معين. الاشاره البايلوت اللي هي الاشاره الاسترشاديه او ارشاديه، هتلاقيها بايلوت هيدروليك وممكن يبقى نيوماتيك طبعا، يعني بتشتغل بالضغط، دي اشاره بايلوت هيدروليك، ترسم كده او ترسم جوه المستطيل ده، لو هتبقى في الناحيتين اسمها ديفرنشال بريشر. الالكتريكال ملوش الحمد لله غير رمز واحد، هتلاقي الميكانيكال كتير المانوال كتير، الالكتريكال هو رمز واحد، والبايلوت برضك يعتبر رمز واحد. الالكتريكال هو السولونويد اللي هو الملف الكهرباء اللي بيحرك القلب المعدني الداخلي ويسحب الصمام سواء فاتح او ايه او قافل. التركيبة بقى دي بتقعد انت بعد كده بتعمل دواير، لما الكورس تخش فيه مرحلة متقدمة هتليك بتقعد ترسم دواير مع بعضها كده وتوصل صمامات مع صمامات، وجاي من البامب او جاي من الكمبريسور. طبعا الرسمة دي بتاعت نيوماتيك، العلامة دي علامة بريشر سبلاي، العلامات دي بريشر سبلاي بريشر سبلاي بريشر سبلاي، مش شرط اتكلم فيها لانها مش دايره، يعتبر ده جزء من دايره، بس هو بيقول لك يعني الصمام ده ان فيه السولونويد هو ده، او ده السولونويد قدامك اهو، وكلمه 3 على 2 دايركشنال كنترول فالف شغال، بس ده برضك السولونويد اللي واخد طرفين كهرباء، والثلاثه دول ادي 1 بورت سكند بورت ثيرد بورت، دول الثري بورتس اللي هم 1 2 3، وهلاقي كل صمام فيه سبرينج عشان يرجعه لوضعه الطبيعي، وده مثلا واخد اشاره بايلوت، ده شغال بالكهرباء، ده شغال بالبايلوت، ده شغال بالالكتريكال سولونويد اكتيفيشن وده بايلوت اكتيفيشن. كل الصمامات دي 3 على 2، كل اللي انت شايفه ده 3 على 2، وفي طبعا حاجه نورمال كلوز وحاجه نورمال ايه، مش هتكلم عنها دلوقتي عشان ما لخبطكش. المفروض مع التقدم في الكورس بتبدا ترسم دواير كامله، دوائر كاملة بقى فيها كل السيمبلز اللي عدت علينا ديت، فتقدر ترسم دايرة ولتكن مثلا شبه الدايرة دي، دايرة ده دي تبدو دايرة زحمة وكبيرة قوي، طبعا دي شغالة بالنيوماتيك، بيقول لك هي داخل لها 10 بار، او هي يعني هي في 10 بار خدنا منها 6 بار، ال6 بار دول هما اللي داخلين لكل الانبوتس، ده انبوت يعني السهم ده معناه خط جاي من الكمبريسور، وده خط جاي من الكمبريسور، وده خط جاي من الكمبريسور، وهكذا في اي مكان. اما اللي خارج ده خط اكزهوست خارج عشان الهواء طبعا بيرميه في الاتموسفير، اما لو هيدروليك لا بيرجعه للتانك. اشارات التحكم في الصمامات ديت اشارات تحكم بايلوت اوبريشن، يعني ده بايلوت وده بايلوت نيوماتيك. اللي فوق دول انا مش هشرح الدايره، انا برضك الدايره مش مهم قوي تصممها دلوقتي، بس اقول لك يعني لما اجي ابص لاي دايره هلاقي فيها اول ليفل ده ليفل السلندرز اللي هو الاكتويشن تعمل الحركه، دي سلندر A سلندر B سلندر C، كل سلندر يلزمها صمام تحكم يتحكم في اتجاهاتها، فكل سلندر ليها صمام تحكم، 1 اهو 2 3، ده للسلندر A ده للسلندر B ده للسلندر C. ايه الحاجات اللي راكبه على اللاينز ديت؟ دي حاجات بتتحكم في الفلو في الكميه اللي هي وان واي فلو كنترول فالف، في الكميه اللي داخله هنا او خارجه من هنا، لكن مين اللي تحكم في حركه الاسطوانه؟ هو ده اللي يخليها ادفانس تخرج لبره او ريتيرن ترجع، من خلال طبعا اشارات البايلوت اللي هتجيله من هنا، دي اشارات البايلوت دي هي اللي تخليه يفتح ويقفل. طب الاشارات دي بتيجي منين؟ قصه كده تلاقي مكتوب هنا A نوت و A واحد و B نوت و B واحد و C نوت و C واحد، برضك مش مهم قوي تكون فاهم كل الدايره، انا بتكلم يعني ايه الرموز اللي قدامي ديت. ال A نوت وال A واحد دول اسمهم ليميت سويتشز، في ليميت سويتش هيركب هنا يحس ان في مكبس رجع، وفي ليميت سويتش هيبقى راكب هنا يحس ان في مكبس خرج لمس المكان ده. فين الاي نوت؟ هتلاقي في مكان ما اهو، ده الاي نوت وميكانيكال، ده لان المكبس ده لما بيخرج او هو في مكانه كده هتلاقي الدراع الرولر ده لامس المكبس، فطالما لامس المكبس يبقى هو اكتف، اما الاي 1 مش هيبقى لامس حاجه اهو، فتلاقي الاي 1 حتى التوصيله مش على الخط اللي هنا الشمال، لا التوصيله على الناحيه اليمين، لان هو مش اكتف مش لامس حاجه، وهكذا بقى بي نوت وبي 1. فالدايره اللي تبدو كبيره قوي ديت، لا لما تيجي ترسمها وتنفذها بنفسك دي دايره عبيطه وسهله ولا اي حاجه خالص. فسريعا كده احنا النهارده اتكلمنا عن ايه؟ عشان ده خلاص انا خلصت المحاضره تقريبا.
اتكلمنا عن البيزك بروبرتس اوف ليكويدز، اتكلمنا عن الدينستي سبيسيفيك، دينستي سبيسيفيك فوليوم، اتكلمنا عن البالك مودلز، عن البريشر، وقلنا البريشر فيه مسمى البي جيج والبي اتموسفيريك ومجموعه هو البي ابسوليوت، اتكلمنا عن برنولي ايكويشن، اتكلمنا عن الكونتينيوتي ايكويشن، ودي كلها حاجات قديمه وانت عارفها، عرفنا الفورس البريشر، عرفنا الانرجي، عرفنا الورك، عرفنا الباور، وبرضك ده كله حاجات قديمه. الجزء الجديد اللي كان بالنسبه لنا اللي يهمني في الكورس اللي هو السيمبلز، اللي هو شغال بايزو 1219. ايزو 1219 ده اللي شغال في العالم كله، يعني هتجيب اي رسمه هيدروليك من اي حته هتلاقي شغاله بايزو 1219. في طبعا الدين الالماني، الدين الالماني ده منتشر جدا وبقوه لان الالمان بايونير او في الهيدروليك، فقريب من الايزو، يعني هم اصلا الايزو خد معظم رموز الدين الالماني. فما جينا اشتغلنا في الرموز لقينا بنرسم بحاجه اسمها بيكتوريال اللي هي الصوره، او كات واي، او جرافيك. البيكتوريال ان ارسم الشكل كامل صوره كامله، اما الكات واي ان انا اعمل قطاع فيه وارسم التفاصيل الداخليه بتاعته، وباين لنا الكلام ده في اسطوانه وصمام، وده صعب ان اي حد يرسم اي ده. تخيل وانا هعمل كل ده بالكات واي هقعد ارسم دي في قد ايه بقى؟ كتير جدا. هقعد ارسم صمام بالكات واي والسلندر بالكات واي وكل الحاجات، لا مش هخلص. فالجرافيك اللي هو الجرافيك سيمبلز اللي هو ايزو 1219 ده المستخدم لتمثيل الدوائر. طبعا في برامج كتيره جدا بترسم الحاجات دي بسرعه زي اوتوميشن ستوديو وزي الفلويد سيم، في عندك لايبراري جوه البرنامج وتسحب منها وتحطها، وهتلاقي الفلويد سيم ده انا رافعه على الكورس ماتيريال بتاعه المايكروسوفت تيمز. يعني اتمنى يكون المحاضره بسيطه وسهله، وهي فعلا اصلا محاضره سهله ما فيهاش حاجه صعبه. اتكلمنا عن الاكتيفيشن طبعا بتاعه الديركشنال كنترول فالفز ديت، مانوال والكتريكال وبايلوت، واتمنى بقى ان لما نيجي نرسم بعد كده اي دايره ما تجيش تقول الرمز ده معناه ايه، الرمز معناه ايه، هترجع للمحاضره رقم 2 اللي هي المحاضره دي، تعرف رمز البامب يعني ايه، رمز الموتور يعني ايه، رمز الدايركشنال كنترول فالف، رمز البايلوت البريشر ريليف فالف لما يكون بايلوت نيوماتيك او بايلوت هيدروليك، تبقى انت عارف كل الرموز اللي اتكلمنا عنها النهارده هتظهر لك في دوائر بعد كده. في حد عنده اي استفسار يا شباب، اي اسئله في المحاضره بتاع النهارده؟ بعد اذنك اتفضل. انا عندي كمبيوتر وعاوز احط الميه دي، بس عندك كمبريسور وعايز ايه؟ عندك كمبريسور وعايز ايه؟ افضي الميه بتتكون فيه. الميه ما بتتكونش جوه الكمبريسور، الميه بتتكون في الفلتر اللي بيركب قبل الكمبريسور، عشان بيكون في عندك حاجه اسمها فلتر وسيبريتور وليبريكيتور. دايما كده اي دايره نيوماتيك بيركب قبل الخط بتاع سحب الكمبريسور، بيحط فلتر وسيبريتور وليبريكيتور، بعد كده بتلاقي الكمبريسور، ثم الكمبريسور بيضخ الهواء بتاعه جوه الريسيفر او الخزانه اللي لونه احمر ده، فما بيضخ الهواء جواه، الهواء ده لو فيه رطوبه تسربت، وعشان الهواء كان حجمه كبير جدا مش ظاهر فيه الدروبلتس اوف ووتر، لما الهواء بينضغط وحجمه يقل بيتجمع جوه الخزان ميه، فتلاقي جوه الخزان بقى ده اللي انت ممكن تقصده، ان جوه اخر الخزان من تحت هتلاقي طبه. ايوه هو تمام ده اللي اقصده. الطبه دي طبعا المفروض تفتحها، بس تبقى تيك كير، لان لو الخزان في ضغط عالي هتطير انت وهتبقى هتتعور. لازم تتاكد ان الخزان ما فيهوش ضغط اصلا، لو حتى الضغط عدى 1 بار فوق الاتموسفيريك هتطير الطبه في وشك وهتبقى مشكله. يعني لازم تتاكد ان الخزان فاضي من الضغط تماما. طب في طريقه افضي بيها الميه من غير يعني ابدل الفالف المانوال ده، احط مثلا حاجه تحسس لي الضغط، فاضي الميه اوتوماتيك؟ اوتوماتيك لا، هتغير بقى، تعمل ديزاين جوه، تعمل بقى ليفل كنترول وتحط عوامه او تحط سنسور يحس بمستوى الميه لما يوصل ليفل معين يروح. ممكن تعمل اللي انت عايزه طبعا، بس اصرف فلوس. يعني انت عايز يعني انت ابسط حاجه، لو انت شفت الكومباينيشن بتاع قاعده الحمام، ما هو في ليفل كنترول للعوامه، ايوه تيجي عند حد معين بتقفل. انت ممكن تبقى حاطط جوه التانك ده عوامه باشاره كهرباء بتغذيها 12 فولت عشان ما تكهربش طبعا جسم البامب او الكمبريسور والخزان، وتعمل لها ليفل كنترول سهل جدا يعني. بس يعني الحاجات دي بتتصرف ملهاش لازمه، يعني هو بعد فتره معينه في الصيانه اللي هي ريجولار مينتنانس بيتفتح الطبه، اهم حاجه يكون الخزان بتاع الهواء ما فيهوش ضغط، دي اهم حاجه. تمام ماشي، شكرا جدا دكتور. في استفسار تاني؟ اي حد عنده استفسار؟ يا دكتور لو سمحت، هو بخصوص سلايد المحاضره،
الاستاذ حضرتك رفعه لنا على المنصه مش كامل ولحد سلايد 19 وبعد كده وانا عاملها لك على مرتين وانا عاملها لك على 32 الملف واحد بس اللي موجود لا في ثلاث ملفات في ثلاث ملفات في المايكروسوفت تيمز ثلاث ملفات مايكروسوفت تيمز سيشن 1 لكن المنصه انا رافع المنصه اللي هي الاي ليرنينج رافع 2 هرفع لك لسه الجزء الثالث اللي هو بتاع السيمبلز بتاع السيمبلز تمام بس انا ضغطتهم مع بعض عشان اديهم في محاضره واحده يعني اوكي انا شايف فما تستعجلش كل حاجه هتترفع لك على سواء التيمز هتلاقي انا كده مشغل الاثنين فانت سواء انت على تيمز او على الاي ليرنينج انت سامع في الاثنين وهتلاقي الماتيريال هنا زي هنا بالظبط اوكي عشان انا في ناس انا رابعه اللي هم اتخرجوا اللي هم رابعه السنه دي رابعه بكالوريوس كانت السنه اللي فاتت طبعا ترم الكورونا وما درسوش كورس الهيدروليك كويس فانا مسيبهم معانا في التيمز عشان لو حد عايز يحضر معانا المحاضرات ويراجع الحاجه اللي هو ما خدهاش اصلا يبقى خد الكورس معانا السنه دي مره تانية على التيمز عشان طلبه المشاريع حتى اللي في الشغالين في الهيدروليك في اي استفسار تاني يا شباب حد عنده اي اسئله عشان هقفل كمان ثواني اوكي يبقى كده مفيش اسئله نشكركم ونلتقي على خير ان شاء الله الاسبوع القادم نقفل السيشن هنا